من القفز فوق الجواميس إلى الضرب المبرح حتى تسيل الدماء، عادات غريبة تعود لآلاف السنين تعيش عليها قبيلة الهامر الشهيرة باللون الأحمر، التي فضلت الحياة على الطريقة البدائية القديمة التي يتخللها طقوسا عجيبة في اللبس والأكل والمعيشة والزواج. في هذا الفيديو سوف نتعرف معكم على قبيلة الهامر التي تعيش بعيدة عن الحضر. قبيلة الهامر هي إحدى القبائل التي تعيش بجانب نهر الأمور وتحديدا في جنوب غرب إثيوبيا، وهي منطقة تتميز بالمناظر الطبيعية والمثيرة من كل جهة، وهي من القبائل البدائية التي تعيش على الطريقة القديمة الشبه بدائية والتي لها عاداتها وتقاليدها وطقوسها الغريبة خاصة في عادات الزواج. تنتشر القبيلة في عدة قرى أشهرها قرية تورمي وقرية ديميكا والتي تقع جميعها حول نهر الأمور، ويصل أعداد أفراد القبيلة قرابة 50,000 شخص، منهم 1,000 شخص وأكثر انتقلوا إلى الحياة الحضرية. تشتهر قبيلة الهامر ببعض العادات الغريبة، منها ارتداء بعض الزخارف الملونة من الحجارة أو الحلي، بالإضافة إلى لبس الجلد الملون بألوان مختلفة، فيما تتزين النساء بالمجوهرات المصقولة من الحديد الثقيل. ويعيش أفراد القبيلة في أكواخ مستديرة طوال السنة فيما عدا مواسم الجفاف، وتعتمد القبيلة على تربية المواشي والرعي والزراعة، إذ أنها تجمع مواشيها معا في فصل الجفاف، وينتقل أفراد القبيلة للعيش في مخيمات الرعي برفقة القطعان التي تتغذى منها القبيلة على اللبن والدم، حيث أن من عاداتها الغريبة شرب دماء الماشية، بالإضافة إلى جمع العسل من المناحل، وهم يفعلون كل شيء في هذا الموسم للبقاء على قيد الحياة في ظل انقراض الخنازير والظباء البرية في المنطقة خلال موسم الجفاف، وهو ما يؤدي إلى صعوبة العيش خلال هذا الموسم. وتعد الماشية وخاصة الماعز هي قلب الحياة بالنسبة لقبيلة الهامر، وذلك لأنها توفر الركيزة الأساسية للمعيشة، بالإضافة إلى أنها تعتبر من بين شروط مهر العروس، فهي من الشروط الأساسية التي يجب أن يمتلكها العريس لكي يتزوج. تقوم العائلات في القبيلة على زراعة الذرة بالقرب من أكواخها، بالإضافة إلى الفول والسمسم والتي تعتمد على زراعتهم خلال موسم الأمطار الذي يسبق انتقالهم للمخيمات الجديدة خلال فصل الجفاف. وتعتبر المحاصيل في القبيلة منخفضة، لذلك يحاول أفراد القبيلة زراعة ما يكفي للحصول على كمية تكفي أفرادها طيلة أيام السنة. وبعيدا عن الأنوثة والمكياج وطبيعة الشخصية وروحها والتي تعد أبرز معايير الجمال عند النساء في الوقت الراهن، فإن الوضع داخل تلك القبائل يختلف بصورة كلية، حيث أن جمال المرأة يرتبط في المقام الأول بالقوة والقدرة على التحدي وتحمل الأعباء، هذا بخلاف الطقوس الأخرى الغريبة مثل أن القبيلة تشتهر باللون الأحمر نتيجة للمراهم التي يدهن بها أفراد القبيلة أجسادهم والتي تكون ممزوجة بالدماء. وتعد طقوس الجواز من أغرب الأمور التي في قبيلة الهامر، وهو ما يميزها عن باقي القبائل الإفريقية الأخرى، فبعد البلوغ يتعين على الفتى والفتاة الاستعداد للزواج حسب القوانين الاجتماعية، ولكن قبل الزواج يتعين النجاح أولا في تنفيذ طقوس هذه المرحلة العمرية، وهي الانتقال من الطفولة إلى الشباب والزواج وتحمل المسؤولية، إذ يتعين على الفتيان بالقفز فوق 15 إلى 20 ثورا أو جاموسة، وبعد النجاح في هذه المهمة تقوم النساء بإهدائه أعوادا من الخزيران لكي يقوم بضرب جسد الفتاة التي يريد الزواج منها حتى يسيل جسدها بالدماء. والمثير للدهشة أن الفتيات داخل قبيلة الهامر يرغبن في الزواج في السن المبكرة، كما يتحملن ألم السيطات والضربات المؤلمة، والأغرب أنها خلال الأجواء الغريبة لهذه الطقوس تقومن بالرقص خلال مرحلة ضربهن، كما تحملن المزامير والأبواق للتشجيع على تحمل الألم وإثبات جدراتهن واستعدادهن لمسؤولية الزواج. ويسمح للفتيات في الزواج من أي شاب داخل القبيلة شرط نجاحها في الاختبار وتحملها لألم الضرب في الطقس الذي فيه يمكن رؤية آثار الجروح الناتجة عن هذا التقليد على ظهور النساء رغم مرور السنين. وبالنسبة للرجال يمكن أن يتزوج من 3 نساء، وتتحدد مرتبة الزوجات في القبيلة وفقا للمجوهرات،
فالزوجة الأولى ترتدي عقدا مكونا من حلق حديدي ينتهي بشوكة كبيرة، أما الثانية والثالثة فترتدي كل منهما حلقة حديدية أبسط من الأولى. وتعد هذه الطقوس على الرغم من قسوتها إلا أنها مهمة جدا لهذه القبيلة نظرا لعودة هذه التقاليد إلى آلاف السنين.